مرة ثانية وبميكال موزيس 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 وين رايحين موزيس با 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 جول با 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 جول وين رايحين جايكم موزيس انتم راجعين وين رايحين جايكم موزيس وانتم راجعين هدف اول لمنتخب نيجيريا عند الدقيقة 25 من فيكتور موزيس اي 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 هدف اول لمنتخب نيجيريا من امضاء موزيس الان سيخرج اللاعبون الجزائريون من منطقتهم الان سيخرجون الان سنشاهد ردة الفعل الان سنشاهد قدراتهم الهجومية بطاقة صفراء ينالها فيكتور موزيس على نزع القميص اكيد جاي فيكتور موزيس انتم راجعين للخط الخلفي من العمق توغل فيكتور موزيس مر الكرة للاعب جزائري ورجعها مرة ثانية هوبي ميكيل فيكتور موزيس راجعين 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 للخلف فيكتور موزيس هشام بالقروي رجع له الكرة وسددها على يمين الحارس رايس وهاب بولحي مفتتحا مجال التسجيل لمنتخب نيجيريا الهدف الثامن لفيكتور موزيس مع منتخب نيجيريا في 27 مباراة لعبة لا 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 لا, لا. ستة وعشرين دقيقة لعب هدف لصفر ما زالت عنده الكرة يرجع للخلف لصالح المنتخب ضيع تسلل تسلل سبحان الله أوبي ميكيل يضيف الهدف الثاني لمنتخب نيجيريا الحكم المساعد لم يرفع الراية في الأربع دقائق الأخيرة من عمر المباراة الكل ينتظر ويعتقد بأنه في وضع تسلل هدف ثاني لمنتخب نيجيريا من جون أوبي ميكيل عند الدقيقة 42 من عمر المباراة هدف ثاني غير متوقع تماما وغير منتظر هاي اللعبة من إنياتشو إنياتشو أرجع للخلف كسرت وضعية التسلل يا عيسى كسرت وضعية التسلل يا عيسى مندي لا 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 هدف ثاني قاتل لصالح منتخب نيجيريا عند الدقيقة عند الثواني الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول من هذه المباراة هناك يطلبها فوزي غلام يواصل رياض مع فوزي غلام يفضل يحتفظ بها يلعبها في الوسط مع نبيل بن طالب نبيل بابا با جول جول بابا 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 با 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 من أين لك هذا الصاروخ يا نبيل من أين لك هذا الصاروخ أرض جو يا نبيل جول 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 يعيد به الأمل نبيل هدف يسوى ذهب يسوى ألماس ويسوى نيجيريا كلها يا نبيل رياض محرز انطلق رياض محرز أصر رياض محرز رجع لنبيل صاروخ هذا يا نبيل بوم با 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 لقد زال السحر الآن من شباك مرمى نيجيريا بهذا الصاروخ لقد زال السحر الآن وبإمكاننا العودة في النتيجة يا سلام أحمد موسى السريع انطلق من هناك على الجهة اليمنى أحمد موسى كرة خطيرة وين راجع يا هشام أحمد موسى با 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 جول جول ثالث للمنتخب النيجيري في الوقت بدل الضايع من عمر المباراة جول ثالث للمنتخب النيجيري في الوقت بدل الضايع من عمر المباراة لا أحد يريد أن يكون في مكان هؤلاء اللاعبين الذين لن يتردد بعد فلسفة الكرة في أن يمسحوا بهم الأرض ولن يترددوا في إعادة اسطوانة اللاعب المحلي واللاعب المختلف واسطوانة المدرب المحلي والمدرب الأجنبي التي سئمنا منها وتعبنا هم مجموعة من الشبان لم يترددوا في بذل مجهودات كبيرة اليوم أمام منتخب نيجيري قوي خسروا ب3-1 أي نعم ولكنهم بذلوا مجهودات كبيرة الشوط الثاني من عمر المباراة يجب أن نتقبل أحكام القدم التي فيها فائز وفيها خاسر ونتقبل بأننا لا نفوز دوما ونتقبل بأن لدينا الكثير من الاختلالات يجب أن نصحح مع مرور الزمن المنتخب هذا مستقبل مازال أمامه مباريات أربعة ومازال أمامه نهائيات كأس أمم إفريقيا